محاضرة اليوم هو العملي لليوريناري سيستم ككل. مادة اليوريناري سيستم الجزء العملي لكل الأعضاء ما عدا اليوريترا والبروستيت جلاند. نيجي على أول سلايد، هذا ما أخذته من تقريبا قوة 4. إذا تلاحظون هذا السلايد، هذا كدني. ليش قلت كدني؟ لأنه الجلوميريولار كلش واضح، يا هي الجلوميريولار، هاي جلوميريولار وهذا جلوميريولار وهذا جلوميريولار، إضافة إلى وجود التيوبيلز. ماشي. هسه إذا أريد أسألكم سؤال، هذا عرفنا من الكدني، هل هو مأخوذ من الكورتكس أو مأخوذ من المدلة؟ الكورتكس. نعم، بعد من يقول من الكورتكس؟ من الكورتكس دكتورة. من الكورتكس، هذا شوية من الكورتكس. فعلا هو من الكورتكس. ليش قلنا من الكورتكس؟ ممتاز، جلوميرولار من الكورتكس، فقط موجودة بالكورتكس. إذا شفنا أكو موجود بها جلوميرولار، معناها شنو؟ كورتكس بارت أوف كدني، كورتكس بارت أوف كدني. أوكي. إذا هذا نشوفه بالقوة البعيدة، إذا هذا فد إنديكيتر عندنا إنه هذا السلايد هو تابع للكدني. ليش؟ لأنه شفنا الجلوميرولار، وهي جزء من الكدني، عرفنا انه هو جزء الكورتكس. ليش؟ لانه الجلوميرولار واضح بيه. اوكي، نجي على قوة اقرب من عنده، هذني هي الجلوميرولار. لاحظوا هذني هن الجلوميرولار، هذه الجلوميرولار، هذه هي الجلوميرولار، وهذه التيوبيوز. اما نوع التيوبيوز هنا هي مبينة، بس احنا نريد نشوف شنو نوعها، هل بروكسيمال هل ديستال. فاحنا من نقرب السلايد يا الله نقدر نعرف انه هذا بروكسيمال او ديستال. فلاحظوا اذا عرفنا، لكن اكو فد شغله كلش واضحه بي، من اللي يقدر يعرف لي؟ اكو فد شغله كلش واضحه بي، حكينا على الكورتكس، قلنا ممكن نشوف هذا الجزء اسمه كذا، اكو فد شغله واضحه بي هنا، اكو شغله واضحه بي، من يقدر يقول لي شنو هي هاي الشغله الواضحه بي؟ انتبهوا شويه على السلايد وشوفوا، اكو فالشغله واضحه بي. هسه راح اشير لكم، شوفوا هذه جلوميرولار، هذه جلوميرولار، هذه جلوميرولار اللي بها هذا الفراغ هو البومان سبيس، هذا بومان كبسول، مو هذني الصغار اللي مثل الدوائر الصغار غير منتظمة، هي هذه شنو؟ التيوبيلز. اكو هذني، شنو هن هذني؟ كولكتينج دكت. لا 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 لا، هو اصلا البروكسيمال بي مايكرو فيلاي، مو فيلاي، بي مايكرو فيلاي. لوب اوف هنلي؟ لا خديجة احسنتي، مدولاري ري. لا 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 لا، هاي اني بعدني ما مقربة كلش على شو اسمه، ما مقربة بعدني، ما مراويتكم البروكسيمال والديستال، بعدني ما مقربة. هاي هن لا، هذا مدولاري ري، هذا دشوفوه مدولاري ري. بس هي المدولاري ري هي مو كولكتنج دكت. عافية، أحسنتي. هذه هي المدولاري ري. دكتورة يعني هاي مدولاري مو كورتكس. لا 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 لا، الكورتكس بأجزاء تسمى بالمدولاري ري. هذه المدولاري ري مين جاية؟ مو قلت لكم اكو جزء من النفرونات تكون للأعلى تسمى كورتكس نفرون، واكو نفرونات تكون قريبة من الجيكستا مدولاري نفرون، مو صحيح اكو هيجي؟ فالأعلى تتجمع مالتها الكولكتينج داكت،
فسوي مثل مدلري ري وين بالكورتكس انت هذا بعد ان يعني عندك مليون بالمية مو 100% مليون بالمية هذا كورتكس. ليش؟ لانه الجلوميرولاي فقط توجد بالكورتكس، لكن ممكن تلاحظين هذني اللي هي تابعة للكولكتينج داكت. فعلا انت صحيح حكيك انه الكولكتينج داكت موجودة بالمدولري، بس اكو ما يسمى بالمدولري ري، هي هاي كولكتينج داكت تفوت مثل الري موجودة بيمن بالكورتكس. صار معلوم ماما؟ مفهوم؟ ترى واضح، شكرا. اهلا وسهلا دكتورة. هسه هذا الجزء القريب من المدلة مو؟ لا 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 مو شرط، مو شرط. يعني هو كورتكس بس هو كورتكس بس الجلوميرولا صاير قريب على المدلة. لا لا شوفوا ماما، مو شرط معناها مو احنا شوف عندنا النفرونات ما موجوده كلها موجوده قريبه من المدله، واكو تذكرون المدل النفرونات تكون كورتكس واكو نفرونات تسمى بالجيكستا مدله. بس انا قصدي شنو انه اكو نفرونات موجوده بالكورتكس بعيد واكو اها من المدله والكورتكس. البعيده الكولكتنج داكت مالتها شلون تنزل؟ يتجمعن بمكان واحد كلهن، من ينزلن يصير مثل ما يسمى بالمدولاري ري بالكورتكس. يعني هسه هذا البعيد. البعيد عافيا. واضح؟ بس انت تشوفها توصل للنهاية على مود شنو تنجمع ويا الكولكتنج داكت البقية. مو؟ حتى بعدين توصل إلى الداكت أوف بنيني وآخر شيء تروح للكالكس، مو صحيح؟ نعم دكتور. فهمتها أمي؟ نعم دكتور عارفينش. وين؟ هسه هذه احنا من بعيد. شوفوا لاحظوا هذه هنا عندنا هذا هو بعدهن هذني التيوبيلز. شوف هذه هم هنا بعدهن هنا عندنا تيوبيل العفو تيوبيلز هذني التيوبيلز اريد اشوفهن يا هي بروكسيمال لو ديستال، فراح اقربهن اقربه اكثر. قربتها. هذه شنو دا اشر عليه؟ تشوفون التأشير؟ جلوميرولار. عافية. هذه جلوميرولار. يعني انا بديت لكم من بعيد وشوية قربت، يعني بديت من 4 بعدين 10، هسه قربتها اكثر لل 40. هاي قوة التكبير. هذه هي جلوميرولار. فبينت عندي التيوبيوز، هذني التيوبيوز. بينت عندي التيوبيوز اريد اعرف يا هي البروكسيمال ويا هي الدستال. يا هي البروكسيمال اللومن مالتها اذا كانت كلير والخلايا صغيره شو تكون؟ دستال. لا دستال تكون اللومن مالتها كلير والخلايا صغيره بحيث الانويه واضحه. تشوفون هذه؟ تشوفون هذه؟ هاي ديستال لو بروكسيمال هذه ديستال. هاي ديستال. زين هاي الثانية خمسة. شوفوا هذه أنوية عافية، هذه هي أنوية الخلايا. شوفوا هذه أنوية الخلايا وهذه كلير. بس لاحظوا وياي هذه مثلا، هذه شوف الخلايا مالتها، شوف الخلايا شلون كبيرة وتكون وردية طوخ. خلايا كبيرة ووردية الطوخ مو؟ واللومن مالتها مو كلير، صح لو لا؟ إذا منو هذا؟ بروكسيمال. ممتاز. هسا عندنا هذا الثاني هم، هذا اللومن مالتها مو كلير وهذه هي خلايا تكون كبيرة. منو هذه؟ بروكسيمال. افتهمتوني ماما؟ طبعا هنا من يقول لي هنا شنو موجود بس هي مو كلش كلير واضحه؟ من هنا موجود شنو هي هاي الافيرنت والافيرنت؟ عافيه. وشنو ايش يسوي هنا الافيرنت وهي الدستر؟ عافيه عافيه. موكيولا دانسر. عافيه عافيه. احسنتم ممتاز. زين خلينا نشوف بعد سلايد ثاني شنو اكو. ما ينزل
شوية شو دا يصير ايرور عندي انا ما اعرف ليش. هذه شوفوا هذه هذا هنا أنا كلش واضح كلش واضح. نجي هذه شنو هنا أنا؟ هذه شنو هنا؟ ممتاز. هذه شنو؟ هذه استعمل ماكسيمم عافية. وهذه هاي الدستل شو مسوية ويا شنو هذا هنا؟ ماكسيمم عافية. هنا جيكستا جلوماريولار ابريتاس واضح؟ اذا هذا ديستال بروكسيمال وهذه ديستال مو؟ هذا بروكسيمال هذا بروكسيمال هذه ديستال. صار واضح عيني؟ دكتورة بس الديستال اللي على اليسرى صايرة مو يعني دائرية عادي؟ لا لا اي عادي عادي. ليش؟ لأنه هي ملتوية مو؟ فممكن يجي مقطع بحيث هي صايرة مثلا عندك هسه صوندة والويها وأخذ منها مقاطع شو تصير؟ مرات دائرية مرات هيجي صايرة طويلة صح لو لا؟ نعم. اي خلينا نشوف السلايد اللي بعدها. هذه أيضا هسه أنا أريد أقول لكم راح أشر لكم وأنتوا قولوا لي شنو هاي. هاي شنو؟ يا مريضة منو يأيدها؟ خوش. هذا الفراغ شنو؟ فومن كابسو فومن سبيس. زين وهذا هنا أنا شنو؟ فومن كابسو. هذا شنو؟ وهذا؟ وهذا؟ وهذا بروكسيمال. هسه صار معلوم عيني شلون تميزوهن؟ اي احد عنده سؤال؟ اي احد عنده سؤال لهنا؟ صار معلوم واضح؟ جاي ما عنده احد سؤال. اوكي ننتقل على اللي بعده. هذه شنو يا جزء من الكدني؟ مدولة. منو أيدها؟ هي مدولة ماركو جلوماريولا. منو بعد يأيد؟ شو تقولون؟ مدولة تشوفنا؟ ممتاز. هذه مدولة. ممتاز. هذه مدولة. ليش مدولة؟ لأنه ما بيها جلوماريولار فجدا واضح جدا واضح. هذه مدلة. نعم هذه مدلة وهذه التيوبيولز. زين اصلا هي اصلا حتى التيوبيولز جدا واضحة الكولكتينج والهاي بس خلينا نقربها شوية نقربها ونشوف شنو هذني التيوبيولز. اها قربت. شو تقولون هذا؟ هذا منو؟ هذا يا ها حبيبي شلون؟ كولكتيف. اها منو يأيدها؟ كولكتيف مو؟ صحيح كولكتيف تيوبيولز. ليش؟ لأنه خلايا ترى كبيرة صح لو لا؟ خلايا هاي خلايا مو كيبورد؟ لا أكثر شيء تكون أكثر للكولومينر. هاي شوفي هي تدرجات تصير الى ان توصل الى الكولومينر تعرفين شلون؟ فيصير بيها تدرجات بس ما دام خلاياها كبيره اكبر من البقيه فهي كولكتنج حتى لا تحيرون بيها. ماشي ماما؟ طيب دكتور كولكتنج داكت لا لا كولكتنج داكت قلت لك عيف التيوبيولز لان هنا تخربطك. هي التيوبيولز تصير بعد اصغر من عنده تعرفي شلون؟ فانا هسه خليها قلت لكم خلوها كولكتنج داكت لوب اوف هنلي وبعض السترايت مال الديستال والديستال والبروكسيمال او ممكن يسموها ثيك وثن مال لوب اوف اللي مو غلط. زين هسه هذه راح اراويكم فشي. هذه شوفوا هم كولكتنج داكت هم كولكتنج داكت يعني حتى مو يعني هي بس التدرج مالتها حتى لا تخربطون اخذوها كلها كولكتنج داكت. هسه نجي على
خلا اشوف راويكم هسه هذا شنو؟ الثين بارت مال لوب اوف هنلي؟ عافية، هذا الثين بارت، هذا الثين لوب اوف هنلي. زين هو يشبه ال يا بلاد فازلز هنا موجودة، شو نسميها؟ فازاريكتا. زين شلون اميزها عن الفازاريكتا؟ هذه هي فازاريكتا، شوفوا هذه فازاريكتا، شلون ميزتها؟ شنو اللي بيها بداخلها؟ ار بي سي. احسنتي احسنتي، ار بي سي موجودة بداخلها، هي تشبه ال... ليش؟ لانه اثنيناتهم سكويمس ابيثيليوم، اثنيناتهم سكويمس ابيثيليوم، بس هاي لانه بيها بلاد فازلز اللي هي الار بي سي، فاقدر اميز اقول هاي فازاريكتا، بس هذه شنو؟ هذه الثين لوب اوف هيلي. طبعا هذه هي السترايت بارت مال البروكسيمال، يعني ممكن هيجي تاخذوها. انا عندي اهم شيء هنا تميزون الثين والكولكتنج داكت، وهاي البقيه هي ممكن يسموها ثيك بارت، ما عندي مشكله ثيك بارت، هذا تكون اكثر دائريه اللي هي ثيك بارت مال اللوب اوف. هسه صار واضح هذا السلايد؟ واضح السلايد؟ عندكم سؤال؟ لا دكتور. واضح ترى، بس اخر واحدة شنو كانت تأشيرها؟ يا مال الثيك؟ اي بالضبط، اي ثيك لوب، هذا الثيك لوب، شوفوا هذا الثيك لوب، هذه لا هو سكويمس ولا هو خلايا كبيرة، هذه شوفوا هذا الثيك بارت مال اللوب اوف اللي. زين اما هذا اللي تكون بيها سكويمس مالتها اللايننج، هاي سكويمس مالتها اللايننج، هو الثين بارت، الثين بارت مالتها، وهذا لا، هذا الفازاريكتا، ليش؟ لانه موجود بيها بلاد فازلز داخل. الفازاريكتا ترديها؟ بس ما قريت الرسالة شوية، بس خلي اشوف الرسالة. فازاريكتا اي ماما، هذه حبيبتي، هذه شوفوا سكويمس ابيثيليوم، سكويمس ابيثيليوم اللي هي الاندوثيليوم، وشوفوا هذا ار بي سي بداخلها، هذه ار بي سي بداخلها، هذه الار بي سي بداخلها. دكتورة بس هسه، بس هو هذا البازار اكثر موجود بالسلايد؟ بالسلايد هسه خل اشوف ليش، لانه هذا صورة من السلايد، انا كنت اتمنى بالمختبر والله حتى اخليكم انتم تطلعوهن. اعتقد هذا من واحد ثاني، بس ما واضح يراد، بس هذا الجو على اليسرى اعتقد هو هذا، بس مدى اشوف، البس نظارات. اي بي ار بي سي، هذه بيها ار بي سي، هذه ترى ماخذه لكم على اليسرى، اي اعتقد هو وين هذه غير، لا هذه مو سكويمس، لا مو سكويمس، شوف اللايننج مالتها مو سكويمس، لا هذا مو ار بي سي، ممكن هذا الفوق، لا هذا مو ار بي سي، لا هذا ثلوب، هذا ثلوب، اعتقد هذا الفوق هيك اكو وحده من هنا فوق، هذه فازاريكتا اكو وحده يمها، هات كنت اتمنى بالمختبر تجون بحيث انتم تقومون تفرون بالستيج مال المجهر وتطلعون مثل المرحلة السابقة، لأنه هاي اعطيتهم اياه قبل ما تصير جائحة كورونا. اوكي ماشي ماشي ماما، فهمتوها؟ هاي بالنسبة إلى الكدني، هاي صايرة ظلمة ودليل هلا. اوكي هسه نجي على هذا المقطع، هذا شو تتوقعوا؟ يوريترا. اوكي من يساندها؟ من يقول اي ومن يقول لا؟ ابر بارت اوف يوريترا ولا لور؟ هذا يعني فعلا اني فخوره بيكم، يعني حتى قمتوا تميزون الابر من اللور، بعد منو يقول؟ يلا من يقول يوريترا هاي؟ شو تقولون؟ ها
يعني انتم ما مقتنعين؟ نعم دكتورة يوريتر. يوريتر اوكي. بعد اي دكتورة يوريتر لور، يعني الابر يصير بشكل كريسنت شيب. بعد اكثر شيء الابر علي من نعتمد؟ الابر لو لور علي من نعتمد؟ على اللير. يا لير منهن، يا لير منهن الثري اللي هي شو يسموها؟ اعطوني اسمها ماما، شو يسموها؟ ماسكولاريس. على الماسكولاريس اكسترنا الابر شو تكون؟ الابر تكون تو لير، انر لونجيتيونال والاوتر سيركيو. الانر شنو؟ شو تكون لونك ديدي الانر لونجيتيونال؟ اي اي نعم الاوتر سيركيولار. سيركولار اوكي. اذا هذا لما باللور سير ثلاثة هنا وانترميديت واوتر. وشلون تكون الطبقة الوسطية الميدل؟ عيدي لي اياها الانر شنو تكون؟ لونجيتيونال. اوكي لا احكيها بثقة. سيركيولار. اي احكيها بثقة. اوكي. اي لونجيتيونال وسيركيولار. اي الاخيرة اعتقد هما لونجيتيونال. اي ومرات تصير مثل الاوبليك، يعني قريبة على المثانة، لأنه هي من تصير قريبة على المثانة تاخذ ثلاث طبقات، مو صحيح؟ اي زين. إذا هذه طبقة اليوريثيليوم بالنسبة إلى طبعا هذا كلها ميوكوزا، هاي كلها ميوكوزا، هذه هذا اللومن طبعا كلش ممتاز، عاشت ايدكم يعني كلش فخوره بيكم يعني. هذا اللومن، هذا هو شنو يا طبق، هذه يا طبقه الميوكوزا مو صحيح؟ هذه شنو طبقه الابيثيليوم مال الميوكوزا، شو نسميها؟ يورو ثيليوم. والطبقة اللي بعدها اللامينا بروبريا، وهذا طبقة الماسكولاريس اكسترنا. هنا الواضح بيها طبقتين، هنا الواضح بيها طبقتين، لذلك هي من الأبار. وآخر طبقة يا هي هذه الطبقة الأخيرة أدفنتيشيا. أدفنتيشيا عاشت ايدكم، هذه أدفنتيشيا. صار واضح أمي؟ هذه ايضا من السلايد الموجود عندكم بالمختبر، اخذت الصوره. زين ايضا هذا عندنا السلايد الموجود بالمختبر، هذه لانه ما واضح شويه فانا خل احكي لكم اياه. هذا من اليورينر بلادر. ليش احنا نشوف هنا اليوروثيليوم، هنا اليوريثيليوم، اليوريثيليوم من نشوف اليوريثيليوم موجود نقول هذا يورينر بلادر، من نشوف اليوريثيليوم موجود نقول يورينر بلادر. ليش قلنا يورينر بلادر؟ لانه الطبقات العضليه مالتها مال الماسكولاريس اكسترنا كلش هواي، اللي هي قلنا احنا ثلاث طبقات اللي هي انر لونجيتودينال اوتو سيركولار والاوبليك. او احنا شنو نقول احنا من راح نميزهن كلهن الا من نوصل الى اتصالها باليوريثرا ممكن نميزها، لانه طبقه السيركولار تتحول الى سفنكتر مو صحيح؟ نرجع للريكورد. اوكي. فهذا عندكم طلعت لكم الصورة؟ هذا عندكم اليورينر بلادر. لاحظوا هذه هي المنطقة منا لهنا، هي هاي الماسكولاريس اكسترنا. هاي منطقة الماسكولاريس اكسترنا حتى أبعد تقريبا. هذه هي الماسكولاريس اكسترنا. هنا عندنا شوية مو كلش واضح إن شاء الله بالصورة الثانية، هذا هو اليوريثيليوم وهنا اللامينا بروبريا. إذا هذا هو الماسكولاريس اكسترنا، هذا هو الماسكولاريس اكسترنا اللي تتكون من 3 layers of muscle، 3 layers of muscle. وطبعا هنا حتى ما مكفية الصورة للأدفنتيشيا أور سيروزا حسب المنطقة اللي ماخذيها باليورينري بلادر. فعندنا بالنسبة لها هذا هو اليوريثيليوم، عندنا هنا اللامينا بروبريا، عندنا صورة ثانية أيضا إلها، هذه هي لاحظوا، هذه بالنسبة
هنا هاي الصورة توضح لكم الماسكولاريس اكسترنا اكثر شيء، وهذا خلنا نعتبره هنا هو هذا الميوكوزا، هذا كله الميوكوزا وهذا هو الماسكولاريس اكسترنا، هذا هو الماسكولاريس اكسترنا. اذا احنا شفنا هنا ما ميزنا بين الابيثيليوم واللامينا بروبريا، فهذا عندنا الصورة هذه تميز لنا. لاحظوا هنا، خل اقرب لكم اياها اكثر، لاحظوا هذا هو اليوريثيليوم، هذه هي اليوريثيليوم، هذه هي اليوريثيليوم، هذه هي اليوريثيليوم. لاحظوا اذا من تبدي اليوريثيليوم، هذه هي من هنا لهنا، هذه هي كلها اليوريثيليوم. هذه هي اليوريثيليوم، هذه كلها اليوريثيليوم. تجي بعدها هنا اللامينا بروبريا، هذه لاحظوها، هذه اللامينا بروبريا. طبعا هي صايره بيها طيات، معناها شلون انه تكون امتي الفارغه اليورينري بلادر. اذا هذا هو عندنا الميوكوزا، هذا هو عندنا الميوكوزا تقريبا لهنا هم لامينا بروبريا شويه يعني، بس جايه على قريبه من هاي، هي تجي وراها العضلات. اذا هذا هو اليوريثيليوم، لاحظوا هذا هو اليوريثيليوم، وهذا هو عندنا اللامينا بروبريا. واضح ماما؟ اي سؤال لحد هنا؟ اي شيء ما فاهمي؟ لانه هسه خلصت ان شاء الله المحاضره مال العملي. اي شيء ما فاهمي ماما؟ ها المحاضره